بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. وقبل البداية في هذا الدرس المبارك في ختم كتاب ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أجيب عن سؤال كثر طرحه هذا اليوم علي من بعض الإخوة عن بعض من خرج من الدعاة عبر وسائل الإعلام وأشاع وأذاع إباحة المعازف والغنى، وذكر العديد من الشبه التي يذهب فيها إلى حل الغنى مع ما في كلامه من جرأة على أهل العلم وتعظيم للذات وغير ذلك من الأمور التي لا يحسن بطالب العلم أن يتحلى بها. وهذا الرجل من غير ذكر لاسمه لم يعرف بسابق علم ولا فقه ولا فتوى، وإنما تصدر لبعض المسائل التي تكلم فيها أهل العلم وبتوا الأمر فيها وبينوها أتم البيان. فالكلام في الغنى والسماع والمعازف ينبغي ألا يخلط بعضه ببعض، فالغنى هو الكلام المغنى به الذي يلحن بالألحان، وهو على ضربين، مباح ومحرم. المباح ما كان فيه من شعر العرب وكلام العرب واستخدم لحاجة، فليس هناك غنى لغير حاجة، وإنما يكون لحاجة كحفر وهدم وبناء من الرجز الذي يحمله الشعراء والعرب، أو ترحيب بضيف أو ما شابه ذلك، أو في يوم عيد، هذا كله من مباح الغنى. وأما محرمه فما كان فيه تشبيب على الفتنة والريبة والزنا وتجميل النساء للرجال والرجال للنساء، فإن هذا من الغناء المحرم. وأما السماع فإذا أطلق السماع فغالبا يراد به ما يستخدم في أهل الطرق المتصوفة مما يظنون بأنه يقربهم إلى الله عز وجل ويرونه قربة وطاعة، وليس في السماع قربة ولا طاعة، وإنما القربة والطاعة تكون في قراءة القرآن وتلاوة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتعبد لله عز وجل. أما الكلام عن المعازف وهي آلات اللهو والطرب فهي حرام بإجماع أهل العلم، وقد اتفق الأئمة الأربعة على تحريمها، والحجة في ذلك ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يحلف بالذي لا إله إلا هو أن لهو الحديث هو الغناء. ليس المراد أن لهو الحديث هو الغناء على وجه المطابقة، ولكن المراد أن من صور لهو الحديث الذي حرمه الله عز وجل الغناء، فالغناء واستخدام المعازف داخل في هذه الآية. كذلك لما وصف الله عز وجل حال المشركين عند قوله: وأنتم سامدون، لا شك أن السمود هو الغفلة والانصراف عن طاعة الله عز وجل. وأعظم ما يصرف الإنسان عن طاعة الله عز وجل هي تلك المعازف والأغاني التي تصرف الإنسان عن طاعة الله عز وجل. وكذلك من الأدلة الدالة على تحريم الغنى ما جاء في صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فهذا دليل على حرمتها من قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه محكم،
وهذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه، وجاء في رواية أبي ذر لصحيح البخاري وصله بإسناد متصل، وإن رواه البخاري معلقا فهو قد روي بأسانيد من أكثر من 10 وجوه، قد روي متصلا إلى هشام بن عمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، فهو صحيح من جهة الإسناد. والبخاري رحمه الله تعالى من شرطه في صحيحه أنه إذا جزم بالحديث المعلق فإنه يكون على محل الوصل والصحة، وهو داخل في شرطه عليه رحمة الله عز وجل في صحة الحديث، فهو صحيح عند البخاري وكذلك صحيح عند الأئمة من جهة الإسناد. وأما من جهة المتن فلا نكارة فيه كما ادعى هذا الرجل، فالله تعالى قد حرم الخمر وحرم المعازف وحرم أيضا الفرج بغير إباحة شرعية، وكذلك حرم الله عز وجل المعازف، ولا يشترط في الاستحلال هنا استحلاله بمعنى النداء إلى إباحته بعد أن كان محرما، بل من معاني الاستحلال هنا الحيلة والمكر لاستحلال ما حرم الله. فقد أحل بعض الناس من المنتسبين للإسلام صورا من صور الخمر، وأحل آخرون صورا من صور الربا، وأحل آخرون صورا من صور الزنا، وكذلك أحل آخرون صورا من صور الغنى الذي هو يكون بالمعازف. فهذا الحديث دليل على أن المعازف محرمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك القوم بأنهم يستحلونها. وأما القوم الذين يعذبهم الله عز وجل بأن مسخوا قردة وخنازير فليس في الحديث دليل على أنهم كانوا مسلمين، وإن كان فيه دليل فهي عقوبة يعاقب الله عز وجل بها من شاء من عباده. وكذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الكوبة، وحلوى ابن عباس رضي الله عنه قال المعازف حرام والكوبة حرام والمزمار حرام، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة على تحريم المعازف، والتابعون كذلك، وأتباع التابعين كذلك، والأئمة الأربعة كذلك، ولا يعرف لهم مخالف من أهل العلم إلا ما من شذ وخالف أهل العلم من قول ابن حزم عفى الله عنه وغفر له، وليس هذا بغريب عنه فقد شذ في مسائل كثيرة، بل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن ابن حزم لما خالف في صحة هذا الحديث نادى على نفسه بقلة الاطلاع، فابن حزم قد خالف نفسه، فهو بنفسه يرى حجية الحديث المعلق وأنه حجة، وأن الراوي إذا قال قال فلان أنه حجة وحكمه حكم الاتصال، ومع ذلك ذهب وضعف الحديث في صحيح البخاري لأنه روي معلقا. وجاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه مر برجل راع يرعى الغنم ومعه مزمار، فوضع ابن عمر إصبعيه في أذنيه وقال للراعي هل ذهب الصوت، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. وهذا الحديث وإن قال عنه أبو داود بأنه منكر فهو لا يريد نكارة المتن، وإنما كلامه عن الإسناد بدليل ما جاء بعده من أسانيد عند كلامه عمن روى الحديث عن نافع عن ابن عمر هل رواه سليمان بن موسى أو لم يروه سليمان بن موسى، فكلامه أبو داود إنما هو عن نكارة الإسناد لا عن نكارة المتن، والدليل على ذلك أنه جعله من السنن وذكره في سننه محتجا به على المنع من المعازف والمزامير. وقد صحح هذا الحديث الدارقطني رحمه الله تعالى في العلل، فصوب رواية من رواه عن سعيد بن زيد عن سليمان ابن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهذا الحديث صحيح، وإن قال عنه أبو داود بأنه منكر إنما مراده نكارة السند لا نكارة المتن. فالمقصود بارك الله فيكم أن الغنى لم يعرف، المعازف لم يعرف على مر التاريخ أحدا ممن عرف بالعلم والمتانة في العلم والزهد والتقوى جنح إلى محب استحباب المعازف وإباحتها، كيف وأئمة الإسلام كأبي حنيفة النعمان ومشاهير أصحابه، وكذلك الإمام مالك، وكذلك الإمام الشافعي، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كلهم يقولون بحرمة المعازف وآلات اللهو وأنها لا تجوز. وقد حكى القرطبي وابن عبد البر وكذلك ابن رجب وكذلك ابن مفلح وقبلهم القاضي عياض وشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي كل عصر وفي كل جيل يأتي من يحكي إجماع العلماء على حرمة المعازف، وما عرفت المعازف بالتقريب إلى الله عز وجل،
وإنما عرفت المعازف بصرف الناس عن طاعة الله، ولم تعرف المعازف أيضا بجزيل الكلام ونقي العبارات، وإنما عرفت المعازف بالتشبيه على الزنا والرذيلة والمحبة والغرام مما يوقع الإنسان في معصية الله عز وجل. فهذا القول قول شاذ باطل لا ينبغي أن يلتفت إليه ولا أن يصغى إلى قول صاحبه وما قال به أئمة الإسلام، وإنما هو من أنكر الأقوال. وهذا القائل عفى الله عنا وعنه يقول في آخر كلامه أن هذه مسألة واحدة من جملة من المسائل التي سوف يبديها، وما علينا مما سيبديه، فليس بأول ذي همة دعته لما ليس بالنائل. فلكل فرعون موسى ولكل صاحب مقالة باطلة أئمة يحملون هذا العلم ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. فإن شاء الله تعالى إن جاء بمعضلة ومقالة باطلة فسوف يسخر الله عز وجل لها من أهل العلم والفضل والديانة من يكشفها ويبطلها. نسأل الله السلامة والعافية ولنا وله الهداية، والله أعلم.